يونت 9 عندنا في كتاب Time for English لسنة رابعة ابتدائي الترم الثاني. In the kitchen. In the kitchen يعني في المطبخ. In I-N the T-H-E kitchen K-I-T-C-H-E-N. In the kitchen. I'm hungry. يعني أنا جعان. Me too. Let's have a snack. أنا أيضا. Let's have a snack. يلا بينا ناخد وجبة خفيفة. Snack يعني وجبة خفيفة. Do you want a chocolate chips cookie? أنت عايز كيكة بالشوكولاتة؟ No, thanks. I don't like cookies. لا شكرا. أنا ما بحبش الكيك. What about some strawberry ice cream? What about some strawberry ice cream? يعني إيه رأيك بقى في شوية كده آيس كريم بالفراولة؟ Strawberry يعني فراولة. That sounds good. تمام، دي حاجة كويسة، أنا هاكل الآيس كريم اللي بالفراولة ده. فهمنا إيه من الكونفرزيشن؟ إن هما اتنين جعانين وعايزين ياكلوا حاجة خفيفة. واحد قال للتاني ناكل شوكولاتة، كيكة بالشوكولاتة. التاني قال له ما بحبش الكيك، راح قايل له طب خلاص ناكل آيس كريم بالفراولة، راح قايل له قشطة ماشي يلا. طيب تمام، نقرأ الكونفرزيشن كده. I'm hungry. Me too. Let's have a snack. Do you want a chocolate chips cookie? No, I don't like cookies. What about some strawberry ice cream? That sounds good. الكلمات اللي عندنا في اليونت. Pepper. Pepper يعني فلفل. Pickles. Pickles يعني مخلل. Hot sauce. Hot sauce يعني صوص حار. Salt. Salt يعني ملح. Pepper. P-E-P-P-E-R. P-E-P-P-E-R. Pepper. Pickles. Pickles. P-I-C-K-L-E-S. P-I-C-K-L-E-S. Pickles. Hot sauce. Hot sauce. H-O-T. Hot sauce. S-A-U-C-E. Hot sauce. H-O-T. S-A-U-C-E. Hot sauce. Salt. Salt. S-A-L-T. S-A-L-T. Carrots. Carrots. يعني جزر. Carrots. C-A-R-R-O-T-S. C-A-R-R-O-T-S. Carrots. Cheese. Cheese. يعني جبنة. Cheese. C-H-E-E-S-E. C-H-E-E-S-E. Cheese. Spaghetti. Spaghetti. اللي هي المكرونة سباجيتي. سباجيتي. S-P-A-G-H-E-T-T-I. سباجيتي. Mushrooms. Mushrooms. اللي هو المشروم، اللي هو الفطر ده. M-U-S-H-R-O-O-M-S. M-U-S-H-R-O-O-M-S. Mushrooms. طيب الجرامر اللي عندنا بيتكلم عن لو مثلا عندنا حاجة countable، وعندنا مثلا برضو حاجة non-countable. تمام، في الانجليش مش عارفة دي عليك ولا لا، بس هي اسمها count و non-count. تمام، نشوف بقى ايه هنا الحاجات الكاونتبل. يعني ايه كاونتبل الاول؟ يعني حاجة ممكن تتعدى على الصوابع. ده فيه ادي جزرية تانية تالتة. تمام، يبقى دي كاونتبل، نشيلها بقى على جنب. طيب لو حاجة نون كاونتبل تبقى ازاي؟ مثلا زي الملح، هنقول دي ملحية تانية تالتة، الملح ما ينفعش يتعد. تمام، يبقى احنا الحاجات اللي ممكن تتعد نسميها كاونتبل، الحاجات اللي لا يمكن تتعد بنسميها non countable. طب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ الحاجات الcountable بيتحط لها s في الاخر لو هتتجمع. زي مثلا ناخد امثله بدل الكلام الكتير ده. carrots. carrots يعني جزر. تمام، اتحط لها ليه s في الاخر لما اتجمعت؟ عشان هي
countable يعني ممكن تتعد. تمام، pepper pepper ليه ما تحطلهوش s في الاخر؟ لانها اصلا ما بتتجمعش. احنا نشوف مع بعض الحاجات اللي بتتعد والحاجات اللي ما بتتعدش. تمام، نبتدي كده مع بعض. is there any pepper؟ في اي فلفل؟ yes there is. لاحظنا ايه بقى هنا؟ الحاجات اللي ما بتتعدش بيتحط لها is، مش بتستخدم معاها are، يعني هنلاحظ ده في كل الحاجات. تمام، لو انا عايز اقول هو في فلفل يبقى هقول ايه؟ is there any pepper؟ yes there is. هنا هتلاقيه في رف التوابل اكيد. are there any pickles؟ في اي مخلل؟ yes there are. ايوه في مخلل، هتلاقيه في التلاجة. تمام، and so on. طيب ليه حطينا R هنا مع pickles دي؟ علشان pickles ممكن تتعد، نخلي اللاية التانية التالتة. تمام، انما الفلفل ما بيتعدش. طب ممكن نسهل الموضوع ده ازاي على نفسنا؟ عشان لو احنا مقتنعناش، لو احنا بناكل مخلل تمام وبناكل فلفل يعني محطوط في الاكل الفلفل الاسود ده، انا ممكن وانا باكل اقول لماما ماما انا كلت مخللاية مثلا او كلت 3 مخللات مثلا، بس ينفع اقول لماما اصلا انا كلت كنتي انتي حاطه في الاكل كذا نقطه فلفل علشان كده انا كلت كذا نقطه فلفل؟ ده مستحيل. تمام، يبقى احنا كده اقتنعنا وكده فهمنا، يبقى نكمل بقى الدرس عادي. is there any cheese؟ is there any cheese؟ في جبنه عندكم؟ yes there is. ايوه في جبنه، هتلاقيها برضو في نفس التلاجة اللي فيها المخلل. تمام، is there any spaghetti؟ في اي سباجيتي هنا؟ yes there is. ايوه في سباجيتي. سباجيتي هنا مش جمع برضو، لان المكرونة السباجيتي صعب قوي تتجمع وانت بتاكلها. طيب تمام، are there any carrots؟ هو في هنا اي جزر؟ no there aren't. لا للأسف ما فيش، ما عندناش النهاردة جزر. طيب is there any hot sauce؟ no there isn't. لا ما عندناش اي صوص حار خالص. is there any salt؟ عندنا ملح؟ no there isn't. لا ما فيش برضو ملح، انزل اشتري. are there any mushrooms؟ عندنا اي مشروم؟ مش عارفه اسمه ايه بالعربي، فطر. الرد بتاعها no there aren't. لا ما عندناش مشروم خالص النهارده. احنا كده فهمنا. اي حاجه مش واضحه في الجرامر هنا نسأل في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول. تمام، نقرأ بقى الجمل كده بسرعة. is there any pepper؟ yes there is. are there any pickles؟ yes there are. is there any cheese؟ yes there is. is there any spaghetti؟ yes there is. are there any carrots؟ no there aren't. is there any hot sauce؟ no there isn't. is there any salt؟ no there isn't. are there any mushrooms؟ no there aren't. br هنشوف الكلمات اللي بتبتدي بحرف البي وبعده الار. bread bread يعني عيش. bread 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 bread. brown brown يعني لون بني. brown 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 brown. طيب الكلمات بقى اللي بتبتدي بحرف PR شوف. prize prize يعني جايزة. prize اهي في ايد البنت. PRIZE PRIZE prize. present present يعني هدية. present P R E S E N T P R E S E N T present. G R كلمات اللي بتبتدي ب G R. grandmother يعني جدة. grandmother G R A N D grand mother M O T H E R grandmother. نقول السبيلنج تاني. G R A N D M O T H E R grandmother. green
green يعني لون أخضر. green 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 green. وشكرا، واللي عنده أي سؤال يسيبه في الكومنتس وأنا هرد عليه على طول. نشوفكم إن شاء الله في اليونت الجاي.